ده أطول قبر البشر أشوفه في حياتي، طوله 30 متر. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. وإحنا موجودين في صلالة في سلطنة عمان لقينا ضريح مكتوب عليه ضريح النبي عمران، بس يا ترى هل في نبي اسمه عمران؟ ومجرد ما دخلنا الضريح لقينا ضريح طوله تقريبا 30 متر. أول ما هتدخل هتلاقي إن القدم بتاعة عمران عليه السلام في الاتجاه ده، وبعدين هنفضل ماشيين بطول الجسد. الله أعلم هل طول الجسد كان 30 متر ولا كان زي يوشع بن نون الموجود في الأردن لما قالوا إن هم مش عارفين هل هو مدفون هنا ولا هنا ولا هنا، فعملوا الطول ده كله علشان تحسبا إن هو يكون مدفون في أي موضع من المواضع دي. لكن الله أعلم، أنا مش عارف هو طوله 30 متر ولا لا. وطبعا ميلاد السيدة مريم ليه قصة مهمة جدا في القرآن الكريم، لأن أم السيدة مريم هي زوجة عمران عليه السلام اللي احنا موجودين جنب الضريح أو القبر بتاعه دلوقتي. وكما جاء في القرآن الكريم: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والدة السيدة مريم نظرت ما في بطنها علشان يكون خادم لبيت من بيوت الله، لأنها كانت فاكرة إن هي هترزق بولد، لكن لما وضعت لقيتها أنثى فقالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني أنثى مش هتنفع تبقى خادم لبيت من بيوت الله، وبررت ده كما جاء في القرآن الكريم. وإحنا عارفين الأحداث اللي حصلت بعد كده، لأن سيدنا زكريا هو من كفل السيدة مريم، ولما كان بيدخل عليها المحراب يلاقي عندها الفاكهة والرزق فيقول لها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وعشان كده دعا ربنا علشان يرزقه بالذرية، وبالفعل رزق بسيدنا يحيى. ومجرد ما نقرب على نهاية الثلاثين متر هنلاقي ان في اختلاف بقماشة الى حد ما محطوطة على الضريح، وهنقرب كده علشان نوصل لاتجاه الرأس الخاصة بعمران عليه السلام. هنا احنا وصلنا لرأس عمران عليه السلام. وعمران عليه السلام، احنا قلنا ان مفيش في القرآن الكريم نبي ذكر باسم النبي عمران، لكن في صورة كاملة باسم آل عمران. آل عمران هم ابناء عمران. طب مين هو عمران؟ عمران هو والد السيدة مريم عليه السلام وجد سيدنا عيسى عليه السلام. وبنسبة كبيرة هذا المكان هو القبر الخاص بوالد السيدة مريم. لكن مسألة الطول مسألة غريبة إلى حد ما، لأن الحوار ده تقريبا ممكن يبقى بقاله 2000 سنة، 2500 سنة، 2200 سنة إلى حد ما. فهل البشر في الوقت ده كان طولهم ممكن يوصل ل 30 متر؟ أنا ما أعتقدش. المصحف ده أصغر مصحف جيب وأخف مصحف جيب ممكن تشيله، وهو مصحف ورق المدينة من دار غار حراء. بس يا ترى ايه المميز فيه؟ الورق بتاع المصحف ده رقيق جدا، وعشان كده هو من اخف المصاحف اللي ممكن تستخدمها. سمك المصحف ده لا يتجاوز 1 سنتيمتر، زي ما انتم شايفين تقريبا سمك المصحف زي صباعي بالظبط، وفي منه اكتر من حجم واكتر من غلاف. فعلى حسب استخدامك هتلاقي اكتر من حجم، في الحجم العادي والحجم المتوسط والحجم الصغير اللي هو مصحف الجيب، وتقدروا تطلبوه بالحجم اللي انتوا عايزينه من خلال دار غار حراء. وطبعا بجوار رأس ضريح عمران عليه السلام هتلاقوا ان في لوحة مكتوب عليها ضريح النبي عمران قبل 45 عام، 1960 تقريبا ميلادي. الشكل طبعا كان مهدم، لكن ما كانش فيه اسوار زي دلوقتي. والموجود حاليا في الشكل ان هي جدران بالطول وموجود داخلها الضريح بعد التجديد. ذكر عمران عليه السلام في القرآن الكريم في اكثر من موضع، واحنا عارفين ان تاني سورة في القرآن الكريم هي سورة آل عمران. ومين هم آل عمران؟ هم ابناء عمران عليه السلام اللي احنا واقفين جنب الضريح او القبر الخاص به عليه السلام. وربنا اصطفى من البشرية بعض البشر علشان يبقوا هم الصفوة، ومنهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
وآل عمران على العالمين، يعني أبناء سيدنا عمران من المصطفين. وكالعادة بخصوص القبور والأضرحة للأنبياء أو الصالحين اللي احنا بنزورهم، فدي بتبقى أقوال، يعني مش مؤكدة 100%، لأن القبر الوحيد المؤكد 100% هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنيجي الأماكن دي علشان نحكي لكم القصة ونبقى موجودين في المكان اللي ربما تكون حدثت فيه أحداث خاصة بالقصص اللي ذكرت في القرآن الكريم. وإحنا كده عرفنا مين هو عمران، صاحب اسم تاني سورة في القرآن الكريم آل عمران، والمقام الغريب اللي طوله 30 متر، حاجة عجيبة جدا. وسبحان الله، هل ممكن البشر في الوقت ده كان طولهم بالطول ده، ولا البشر كان أطولهم زينا، أو أطول بحاجة بسيطة؟ الله أعلم. اللي ساعدني في تصوير الحلقة دي هو صديقي مازن، تعب معايا جدا، ما تنسوش توصلوه ل50,000 متابع حبيبي والله. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن ضريح عمران عليه السلام، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.